طبعاً سلمى، الفقرة الجمالية هي الفقرة اللي رح نختم فيها، وكل الإناث بشكل عام بحبوا المكياج، يمكن باختلاف الأذواق البعض بحب المكياج الصارخ والبعض الآخر بيحب المكياج الكتير ناعم. بالمناسبات خاصة يمكن نحن بنحب نظهر أكثر معالم وشنا بطريقة صح، لكن دائماً بنحب نقول نركز إنه نحن ما نكتر بس لأنه نحن حابين نكتر، نحاول دائماً نظهر شوية الشغلات الحلوة الموجودة بوشنا ونخفي بعض العيوب. أكيد فرح، ودائما بنحكي عن تفاصيل أنه كل سنة موسم الصيف أو موسم الشتاء بيكون في خطوط عريضة أكيد. الكل بيتبع إن كان من شكل اللاينر إن كان حتى من الألوان المستخدمة. رح نتعرف أكثر شو موضة هذا الصيف مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو خبيرة التجميل لما الأيوبي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير لما. اليوم عم نحكي نحن بفترة مفروض نكون ربيع، ففي ألوان يمكن هي بتميز فصل الشتاء وبتميز الربيع طبعا. والصيف، خلينا نحكي طبعا. عن الألوان يلي بتفضلي تستخدميها بكل فصل من الفصول. هلا بالعادة فصل الصيف هو ألوان زاهية، بتكون ألوان الزهر، ألوان السماوي، ألوان الفاتحة بتكون تلبى أكثر بالصيف. بالشتوية بنحاول إنه نغمق الألوان شوي، تكون الألوان دافية أكثر، بتتناسب مع فصل الشتاء، مثلاً الألوان النيود الغامقة، ألوان البناني كمان أو البوردو اللي رايح دائماً على الغامق، فدائماً بنفضلها أكثر بالشتاء، بتعطي دفع أكثر بالميك اب. طيب خلينا نحكي كمان عن هلا عم نشوف كثير ستايلات عم تنعمل حلوه وغريبه باللاينر صح. وراجع من جديد اللاينر الاسود صار له كثير صدى، مرق فتره خففنا بالمره كافي. حتى في ميك اب ما فيه لاينر بلا ابدا بلا لاينر مزبوط. هلا اللاينر حتى صار له اشكال، يعني ما بس انه اللون الاسود، اللون الاسود طبعا كثير طاغي على كل بكل المناسبات، بس صار له اشكال في الدبل لاينر، في الريترو لاينر، كلهم صايرين موضه وكثير حلوين وعم يعطوا صحبه حلوه كثير للعين. فبنسحب العين دائما من اخر العين، بنعمل بوزه صايرين من قدام من عند مدمع العين، فمشان تسحب العين اكثر بتعطيها صحبه. شو هي شكل العيون لما يلي بتفضلي انه نحن اذا حطينا للاينر فهي حتطلع احلى اوضح اوسع؟ طبعا كل عين إلى شكلها وكل عين بيلبق لها شكل. هلا العيون المبطنه دائما بنحاول ما بيلبق لها اللاينر، فما بنشتغل كثير على اللاينر، بنشتغل اكثر على الظل، بس بنحط اللي ممكن نحط بس سحبه لاينر باخر العين بس انه مشان تسحبها شوي لبرا، والبوزه مدمع العين. العيون المسحوبه هي يعني اوريدي يعني انه مسحوبه، فبتعطيها سحبه لاينر بتوسع العين اكثر. دائما بنستعمل كحل بقلب العين بيكون الابيض، فبيعطي وسع اكثر للعين، خاصه مثلا العيون الصغيره، ما من العيون الصغيره ما بنحط لها كحله سوداء بقلب العين لانه بتصغرها اكثر، فبنحط الوان فاتحه، الوان ابيض، بيج، ملون ممكن، بس انه بيعطيها سحبه اكثر للعين الصغيره وفتحه اكثر. ممكن اذا حابه الصبيه هي تحط لاينر اسود بقلب العين، ممكن نلعب بالشادو من تحت العين، فكمان بيعطيها هي سحبه تكبيره. الشادو تحت العين كثير حلو. أكيد. طيب خلينا نحكي كمان هلا بهي الفترة، بنعرف نحن طبعا انه اللوس باودر هي لتثبيت الفونديشن، بس في كثير هلا صاير ميك اب عم يعتمد اللي هو اللوس باودر بس تحت العين تثبيت، والباقي الوش نتركه بالمظهر اللي هو بيعطي شوي لمعة، بيعطي شوي طبيعي. خلينا نحكي عن هي التفاصيل. هلا هو دائما بيختفي اختلاف بين الميك اب الديلي النهاري وبين الميك اب السهرة. الميك اب النهاري نحن بالاساس ما بنستعمل فونديشن، يعني ما بنحاول انه نحط فونداتان كل يوم لانه بيأذي البشره مع الايام، فممكن نحط مثلا باودر عاديه او كومباكت باودر. بالمناسبه بنحط الفونداتان، وظيفه اللوس باودر هو انه يثبت كل شيء نحن بنشغله بالميك اب بثبته اللوس باودر، بس كنا بالاول نثبت الوش كلياته، فهلا وقت بدنا نعمل مثلا كونتورينج او اي شيء ثاني بنثبت بس اللوس باودر تحت العين بهي الاماكن، وبنثبت بالبرونزر محل الكونتورينج اللي كنا حاطينه هون على عظمه الخد. فهو وظيفة اللوس باودر بس انه يثبت الميك اب اكثر ليضاين فترة طويلة، طبعا في مثبت ميك اب اخر شيء بينبخ، بس هو يعني ليضل الفونديشن مدة اطول لازم نحط لوس باودر. لما يمكن كثير من الصبايا بحبوا المكياج مثل ما بنقول له سلمى الاوفر، يعني نحن كل ما كترناه بيكون احلى، قد ايه هذا المفهوم غلط؟ شو هي المبادئ والخطوط العريضة اللي بتحبي انه الصبية تركز عليها ان كان بالمكياج
المكياج اليومي او حتى مكياج المناسبات؟ هلا هي دائما الصبيه بتختار الالوان اللي بيناسب لون بشرتها، لون عينها، لون شعرها، ففيها انه تكتر كثير بشكل انه ما تنعرف، يعني انه الصبيه فلازم وهيك عم بيصير لي انه ما تنعرف، الرموش ما تكون كثير كثيفه وطويله بشكل انه يغطي مثلا الحاجب، يوصل الرمش مثلا عند الحاجب او يغطي الالوان اللي هي حاططها، تكون الرموش مثلا شيء ناعم يلبق لعينها، العين الناعسه مثلا بحط لها رموش اللي بتكون قصيره من قدام طويله من ورا مشان تسحب العين لبرا اكثر. الالوان ما بتناسب الكل، يعني انا ما فيني مثلا بنت كثير مثلا بيضه حط لها الوان كثير كثير مثلا فاقعه او انه لانه بيطلع غلط بصير الكونتراست كثير قوي. صحيح. كمان خلينا نحكي اليوم عن اختيار الالوان، يعني في كثير اشخاص بيحبوا يختاروا الوان الميك اب تبعا للملابس، سواء طبعاً كانت ملابس عاديه او حتى بالسهره. صح. مثلا انا لابسه فستان لونه فاقع فحابه يكون في شيء له بالمكياج، شو بتنصحي بهذا الخصوص؟ هلا ميك اب السهره على حسب الدريس اللي نحن لابسينه، مو شرط يكون من نفس الالوان. يعني انا مثلا لابسه فستان لون ازرق، مو شرط اعمل ميك اب ازرق، ممكن اعمل شيء يلبق عليه مثلا الزهر او الموف، ممكن يلبق على الفستان مثلا اذا لونه سماوي او بحري، بالعكس بيعطي كونتراست حلو بيناتهم. الالوان اللي فينا ناخذ من روح الفستان اللي انا لابسه، مثلا لابسه بوردو ممكن اعمل بكسره العين شوي لون بوردو يكون يعطي هي يعني اللون هذا انه انا حاطه من هذا الفستان يعني. وممكن مثلا حسب الاكسسوار اللي انا حاطته تكون من على الجفن المتحرك يكون حاطه هذا اللون اللي بيناسب للاكسسوارز تبعي. فدائما بحاول انه اختار شيء يعني يلبق عليه للفستان، مو شرط انه يكون من نفس الالوان الدريس اللي انا لابسته. اكيد عم نسمع اليوم كثير عن المكياج الثلاثي الابعاد، خلينا نوضح اليوم شو هي وامتى، شو هي استخداماته الصح؟ هلا هو ما بيستخدم الا لمكياج سهره او سينمائي. تمام. يعني هو لعبه الوان بين الكونتورينج وبين الكونسيلر، يعني لعبه الالوان بين الفاتح والغامق، فهنن مثلا لحتى انا مثلا اعمل صبيه اعملها وشها شوي كبيرة بالعمر، فأنا بغمق مثلا خطوط الجبين أو خطوط الضحك أو الهدون بغمقهم بألوان غامقة، فأنا بعطيها كبر بالعمر أكثر، فهي بس لعبة ألوان بين الغامق والفاتح لحتى أنا أعطي أوحي للمشاهد أنه هالشخص أكبر من عمره مثلا أو أنه أصغر من عمره. تمام. فهي لعبة الكونتورينج والكونسيلر. يعني انت ما بتنصحي في هذا الشيء ممكن نشوفه بمكياج السهرات او الايام العاديه؟ هلا بنحط الكونتورينج ايام العاديه اكيد لا. تمام. ايام العاديه او المشوار العادي الصباحي يعني لازم تكون الالوان مثلا هاديه نعمل بلاشر خفيف، ما نعمل الكونتورينج قوي لانه بده اضاءه كثير قويه لحتى يعطيكي هذا الفرق، فلازم يكون اضاءه مسرح او اضاءه صاله نعمله للعروس بحالات مثلا نخفي عيوب معينه، مثلا نصغر الانف شوي نعرض الفك اكثر، فهو لعبه الكونتورينج هاي ثلاثي الابعاد انه يبين لك الشيء بيوحي اكثر ما هو حقيقي. فبالمكياج العادي اكيد او النهاري او حتى مثلا سهره صبيه رايحه على سهره ما بفضله كثير لها. اكيد. طيب شو ابرز شيء عم بتشوفي هلا عم بيكون في اخطاء شائعه من الصبايا اللي بيمكجوا حالهم يمكن بتمر عليكي بتشوفيها يوميا بحكم شغلك؟ هلا مثلا الصبيه اللي عينها صغيره او مثلا عينها مبطنه فبتحط انه الاينر كثير كثير عريض من فوق، فهي بهالحاله خفت الجفن كلياته ما عاد يبين، فما لازم انه تحط لاينر اصلا يعني الا ما عم لك باخر سحبه العين ممكن بالشادو او خط لاينر رفيع كثير. مثلا صبيه العين صغيره بتحب كحله سودا كثير بقلب العين فانت عم تصغري عينك اكثر. الحواجب رسمه الحواجب مثلا انا مو شرط اني انا اعمل عريض مثل ما له دارج، انا بعرض مثلا او بسمك بشيء يلبق لعيني يلبق لوشي لتقسيم الوش، يعني نحن دائما وقت انا بطلع على صبيه بشوف تقسيم يعني او مقاسات خلينا نقول بين الفك وبين الخد وبين الجبين، فانا مثلا اذا جبينها كان كثير عريض بحط لها شوي بغمق شوي بالكونتورينج على الدائر مشان ضيق المساحه، خلينا هدول المساحه هاي تكون مثل بعض. فالصبايا مثلا وقت تجي انه انا بدي احط بلاشر بدي احط كونتورينج فبتلاقي مثلا جبينه صغير وحاطه كونتورينج فوق فبتصغري انت الجبهه اكثر،
فهي دائما تجينا. شوفي كمان لما في فرق بين بين مكياج السيدات ومكياج الصبايا، شو الفرق بيناتهم؟ دائما السيدات بتروح الالوان للاهدى اكثر، للغوامق اكثر، بما انه السيدات احيانا بيكون في شويه تجاعيد، فانا ما فيني احط الالوان كثير فاتحه لاني انا بظهر لها هي التجاعيد، لانه دائما الالوان فاتحه بتبين لك بتظهر الشغله او بينها اوضح. فمثلا اذا كان في فوق الجفن العين التجاعيد قويه، فانا اذا بدي احط لها مثلا جليتر او لون شمري، فانا هدول عم بظهر لها التجاعيد اكثر. ما فيني مثلا احط لها لست كبيره مثلا هايلايتر قوي هون، لانه كمان بظهر لها تجاعيد اكثر. فدائما بروح للالوان المت، انا بالنسبه لي بروح للالوان المت اكثر، الالوان الهاديه الدافئه اكثر للستات الكبيره شوي بالعمر. الصبايا ممكن انه الالوان اللي فيها لعب بالالوان. ايه اكيد. طيب قبل ما نختم حديثنا، شو ابرز نصيحه اليوم بتحبي توجهيها لكل الصبايا، هيك خطوات بسيطه لازم كمان يهتموا فيها بالمكياج وحتى بادوات المكياج، لانه هي يمكن تفصيله كتير ناس ما بتهتم بادوات المكياج. مزبوط. هلا اول شغله بالنسبه لبشرتها للصبيه، لح انت حتى يطلع الميك اب احلى لازم انت تكوني مهتمه بالاساس، يعني تكون بشرتك نظيفه، عامله تقشير بيلينج كل فتره وفتره، مرطبه مزبوط حتى ما يقطع الفوند او انه تطلع المده تبعه ما أنا ظابطه. فاساس الميك اب اللي يطلع حلو انه تكون البشره مرتبه ونظيفه وظابطه. بالنسبه للفراشي الميك اب، كل صبيه يكون لها فراشيه الخاصه فيها، ما تكون مستعمله بينها وبين رفقاتها، لانه هذا بتنقل الجراثيم بتنقل الامراض دائما بين بشره وبشره. فنحن دائما بالميك اب عندي كذا ست فراشي، مستحيل استخدم مثلا هذا الست لنفسه للزبونه اللي كانت قبل، فانا دائما في تعقيم وفي غسيل للفراشي بشكل دائم ومستمر. حتى البيوتي بلندر اكثر منطقه ممكن تاذي فيها البشره اذا ما كانت معقمه او ما كانت نظيفه وجديده. فبنصح الصبايا انه كل وحده تكون لها العده تبعيتها الخاصه فيها، ولا رفيقتها انه اجت رفيقتها مثلا خليني استعمل شوي من، لا، انه هدول شغلات خاصه بتضل لك، مثل كانه يعني شغله خاصه انه استعمال خاص فيها. اكيد. لما بدنا نشكرك على وجودك معنا بحلقات جايه، حابين كمان نشوف شوي من المكياج من ايديك ونشوف كيف شو هي ابرز الالوان الدارجه هذا الصيف، خلينا نقول. شكرا كثير على استضافتكم. شكرا لك ولوجودك معنا.